عودة معكم من جديد مشاهدي قناة الأهلي لبرنامج كل الرياضة والحلقة مخصصة عن دوري أبطال الرياضة اللبناني. بها المرحلة تحديدا اللي ما الجميع أو الأكثرية عم يسموها ربيع كرة القدم اللبناني. رأي السبع حياتك إعلامي وأيضا عندك موقع أطلقته من نعم بس الموقع أول بكون إن شاء الله على طول يعني قرأنا دوري مقال كبير وبإمضاء قطيع عن متلقى خليني أوضح السؤال متلقى حضرتك طبعا بتقول إن الشارع الرياضي يطالب بإقامة المباراة بوقتها أول شيء أنا مطالب من أعتقد يطالب باسم الشارع الرياضي تكتب مقالك ثم شغلة تلك إعلامي لقيت إنه هم مفتحت لبنى خالق المباراة بنفسها خليني أبلش أنا بالجيد أحكي عن الموضوع كنت بلش بس أنت ما خليتش أبلش أول شيء هذا المقال نزل على موقع كورة دوت كوم هذا المقال مثل ما أنا أخذته حرفيا بموقع هذا بقيت لعضو فائز الاتحاد اللبناني لكرة القدم قلت له هيك عن الحشر قال لي ليش لا معمول مثل بعض لقيت لعضو فائز لعضو الاتحاد كرة القدم هو اللي قال لي أقول له معمول مثل بعض هو مواقع هو عاد عن المباراه ليش لا نعمله مثل بعض كل طيب اوكي نعم ليش نروح بعيد اليوم بجريده اللي كمان الزميل ياسين صبره اذا ماني غلطان حاطط جوال خطايا انه بعض المعنيين يطالبون باقامه مباراه لبنان بنفس مباراة كورة لا ردود انه صحيح انا شغلت نفسه انه هذا كان ماذا على قائد كرة